كلام كبير، وثائق خطيرة للغاية من الواشنطن بوست. هل تعتقد أن فيها رسالة للحكومة العراقية؟ نعم عزيزي، لا شك أن هذه التسريبات دائما مدروسة. هناك من يسرب، ولا يعقل أن تكون الأمور غير خاضعة لإعادة النظر كلما جاءت دفعة من هذه التسريبات. يبدو أن هذه الآلية أو الصيغة المعتمدة لتمرير الرسائل، بعض الأوساط الصحفية معروف عنها اقترابها وتعاملها المباشر مع مصادر عسكرية، يبدو أن حتى من الناحية المهنية أن يتم بناء نوع من المصداقية العالية بين الطرفين لدرجة أن تكون فيها الموثوقية بتمرير هذه الرسائل. الآن الصحافة متاحة للجميع، يعني أنتم عرضتم مقتطفات مما نشر في الواشنطن بوست، وأيضا هناك من يقرأ ويرصد هذه التقارير الصحفية. إذا كان فقط ما تم التصريح به من تسريبات في هذه التفاصيل، كما شرتم في البداية أستاذ أحمد أن هناك مجموعة كانت في الأراضي العراقية، أن الأراضي العراقية كانت موافقة لإمداد سوريا بعد محنتها بكارثة الزلزال الذي حلت هذه الكارثة في تركيا وسوريا، كانت الموافقة من الحكومة العراقية، وهذه قطعا يعني لا غبار عليها أن تقوم بمد يد العون للأشقاء في سوريا. ولكن هناك من يعمل بالخفاء، هناك من يستغل حتى هذه القنوات الإنسانية لمخططات عسكرية. وأعتقد أنك يعني لم يغب عن ذهنك أثناء هذا العرض تصريح الذي صدر عن الخارجية الأمريكية في ذلك الحين، عندما تم تعليق بعض مواد من قانون قيصر لمساعدة سوريا في محنتها، كانت هناك إشارة أنه نخشى أن يتم استغلال هذا الوضع من قبل إيران وأذرعتها العسكرية، الميليشيات، الفصائل المسلحة، سواء على الساحة العراقية أو السورية. ها هي الأيام الآن تؤكد، دخلنا بتفاصيل كم عدد المناطق، الذخائر، الدرونز، وأي نوعيات من درونز. وأردتم بالبداية أن مثلا لم تكن من تلك الدرونز التي استخدمت في الاستهداف الذي أودى بحياة متعاقد مع الجيش الأمريكي. هذا يبقى عملا عدائيا من قبل إيران، ويبقى هناك لوم وضغط على الحكومة السورية بأنها تسمح لإيران بحجة دعمها في معركة محاربة داعش، هي عمليا تنقل هذه الصواريخ وهذه الدرونز ليس لمقاتلة داعش ولا النصرة، وإنما لأهداف معادية تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في هذه الحالة.